مرحبا، بما ان الدنيا صيف والجو سبايسي، تعالوا انا وياكم نتعرف على الالعاب الصيفيه اللي ممكن نلعبها سوا. يلا شلون تشوف اقبال الشباب على هذا المكان خصوصا في فصل الصيف؟ في فصل الصيف توجه العوائل والطلاب اكثر باعتبار انه اكو عطله ربيعيه والعائله تلتم والاصدقاء الجروبات اللي عندهم عطله. زين حماده، نقدر نعرف شنو هي الالعاب اللي موجوده عندكم؟ الالعاب اللي موجوده اكو العاب من شخص واحد يقدر يلعبها شخص واحده، واكو العاب شخصين، واكو اربعه، عندنا لعبه ممكن توصل ل 75 شخص. هاي ال 75 هاي مو لعبه، سلفه. اي اكو العاب تحاول تنمي او تطور من الذكاء، شنو الغايه من هذه الالعاب؟ الغاية من هاي الألعاب أنه أنت تبتعد عن العالم الإلكتروني، لأنه أنت العقل يحتاج رياضة، يعني مهما يكون أنت العقل نستخدمه حتى نطوره، وهذه الألعاب كلش مفيدة للتطوير. وأكو تقرير طبي يقول أنه الأشخاص اللي يعبر عمرهم 55 أو 60 سنة إذا هو كان يلعب شطرنج وألعاب استراتيجية راح يبعد عنه الخرف والمشاكل النسيان وغيرها. أنت تحتاج أنه تلعب البورد جيم ولو مرة واحدة بالاسبوع. شنو رايك انا لحد الان طاولي ما اعرف العب، تخيل يعني. لا كلش تحتاج تلعب البورد جيم، لانه كلش تفيد انه الدم يوصل للدماغ بشكل صحيح. انت راح تفكر. اخوان مو كل الحكي الحكي. شنو اللي يميز هذه الاجواء بهذا المكان؟ اللي يميزها انه انت بعيد عن التليفون ودائما متواصل ويا اللي موجودين، يعني ماكو انت لازم تليفونك وقاعد على صفحه، اللي موجودين ما يخلوك. اللي يميز هذا المكان باجواء الصيف الحاره اجي هنا متوفر كل شيء، طبعا اهم شيء يخليني افصل عن السوشيال ميديا وضغط الشغل اللي موجود برا. الالعاب فكره مثل ما قلت لك، احنا قاعدين نلعب ونتونس، بس هي ما بيها بس جانب انه نتونس وخلصنا ورجعنا، بيها جانب تطوير من عده نواحي. كالالعاب الاستراتيجيه راح شويه تحرك هذا، فاللي يصير راح تقدر تاخذ انه تفكر اكثر، تباوع اكثر، تركز. شنو اصعب لعبه مرت عليك هنا؟ بانداميك كانت اصعب لعبه ممكن تمر علي، انتشار مرض بالعالم واني من العب، احنا كلنا نتعاون، يا اما ننشر المرض بالزايد يا اما ننهي. انا بالنسبه لي استمتعت بجوله اليوم، ان شاء الله انتم استمتعتوا. هسه وصلت ياكم الختام، باي باي.